10% للمدرب بس مش واقعية بصراحة. وفي نفس الوقت يعني أنا شايف إن كل شركاء في أي حاجة بتحصل لأي فريق، يعني أنت حتى المدرب ده إذا كان في يعني أي علامات استفهام بالنسبة له أو عدم رضا، فهو اختيار الإدارة، يعني الإدارة ليها دور برضه في اختياره. وإذا كان علاقته باللعيبة أو اختياراته، ففي مرجع دايما بالإدارة بتكون شايفة اللي بيحصل، وهل بتراقب، وهي اللي بتراقب ومفروض تقيم أو تصحح المسار أو تلحق الأمر قبل ما يتفاقم. فالواضح من البداية إن يعني الإمارات بيدفع أو ثمن أو ضريبة إن هو من البداية كان في يعني عدم قناعة كافية. يعني أنا طلع معاهم جلبوت من الدوري اللي هو كان ما خدش فرصة كفاية متهيألي عشان يتم الحكم عليه بشكل سريع، ويضطر الفريق في بداية مبكرة جدا انه يعمل التغيير الاولاني في الموسم. دلوقتي يمكن يعني شوية يكون التغيير بعد ما تبين ان صعب جدا يكمل المدرب لويس معاه، انه مش بيحقق طموحه. يعني فعلا هو في حالة دلوقتي محتاج تغيير، لكن يمكن في الاول كان التغيير محتاج وقفة يعني، او محتاج ياخد فرصة اكبر جلبوت يعني. فدلوقتي بيحاول يصحح الخطأ بخطأ آخر إذا كان، ممكن يكون فيها مجازفة إلى حد كبير لو المدرب الجديد ما كانش كمان على مستوى الطموح اللي ممكن ينتشل بيه الفريق من وضعه الصعب ده كده. خد بالك إن هو دلوقتي بقى في موقف صعب، أصعب مما كان عليه في بداية الموسم. يعني دلوقتي في حالة صعبة جدا ومتزايل قائمة الترتيب.